ما مخرجات زيارة السوداني لواشنطن برأيك، خاصة أنها دعوة موجهة من الرئيس الأمريكي، وكذلك هناك تسريبات تتحدث بأن الزيارة سيتم فيها الحديث عن إنهاء الوجود الإيراني في العراق وإنهاء سيطرة الفصائل على مفاصل الدولة؟ في البداية دعني أحيي صاحب الجلسة وكل عام وأنتم حاضر في اللوج بخير الشعب العراقي وعيد فطر مبارك. يعني لا أعتقد في هذا الشكل اليوم. أولا السيد السوداني هو مرجع الإطار التنسيقي، تعرف أن الإطار التنسيقي يوجد فيه الكثير من الكتل والفصائل التي ترتبط بشكل واضح ومباشر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي لا أعتقد من يعني من المعقول أن يكون مثل هذا الموضوع محل للنقاش. لا يستطيع السيد السوداني أو ليست لديه القدرة اليوم على يعني على تنفيذ مثل هذه الوعود، إذا كانت هذه الوعود هي وعود حقيقية. على العكس، يعني مثلا سمعنا قبل أيام كان هناك تصريح لأحد قادة الحشد، ويعني تحدث بشكل واضح بأنه ينتظر الأوامر التي تأتي من المرجع من السيد الخامنئي، وهذا الشخص هو يرتبط بشكل واضح ومباشر بالقائد العام بالقوات المسلحة. بالنتيجة لا أعتقد اليوم أن مثل هذا الملف قد يكون حاضرا في نقاشات السوداني، خصوصا يعني على العكس، يعني يفترض هو السيد السوداني يناقش وجود القوات الأمريكية المتواجدة وبقية القوات المتواجدة على العراق وكيفية هيكلتها ومحاولة إخراجها طيب. من رغم أن العراق السوداني خلال دكتور الفترة القادمة. سيناقش كما تحدثت حضرتك عملية إنهاء التحالف الدولي في العراق، لكن يبدو أن الوفد لا يضم أي شخصية أمنية رفيعة المستوى، كيف نفهم ذلك؟ يعني لحد هذه اللحظة ربما الكثير من الغموض على الزيارة بشكل عام، لا أحد يستطيع أن يعني يحذر. تعرف يعني السيد السوداني لأكثر من سنة كان يحاول في أكثر من مرة زيارة أمريكا، بعد أكثر من سنة اليوم حصل على هذه الزيارة. بالتأكيد هنالك اشتراطات أمريكية يعني للقبول بهذه الزيارة. تعرف مثلا كانت هنالك عملية مثلا قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين، ربما محاسبة بعض المصارف، بعض القضايا الأخرى المتعلقة، وبالتأكيد أن هنالك اشتراطات أخرى. أنا أعتقد أن هذه الزيارة قد تكون محرجة للسيد رئيس الوزراء، لأن بالنتيجة كيفية التعامل خصوصا مع الجهات السياسية الموجودة والتي كانت هي سببا في يعني وصول السيد السوداني إلى رئاسة الوزراء، وأقصد هنا يعني مجموعة القوى السياسية والفصائل الموجودة داخل الإطار التنسيقي، وبالتالي أي قرار أو أي شروط من الممكن أن توقع من قبل السيد السوداني قد يعني لا تكون في مصلحته من الجانب السياسي. أما عدم وجود يعني وفد فني فأعتقد ربما يعني ويعتمد على اللجنة الثنائية بهذا الشكل. طيب. باعتبار أن اللجنة الثنائية اجتمعت قبل يوم من زيارة السيد السوداني، وبالتالي يعني تبقى يعني هذه المسألة هي أيضا مسألة فيها الكثير من الغموض وفيها الكثير. السيد السوداني صرح قبل ذهابه إلى أمريكا، قال بأنه يريد أن يطور العلاقات العراقية الأمريكية ويريد أن يعمل على بناء العراقية الأمريكية الشاملة، وأعتقد أن هذا الخطاب ربما قد لا يتوافق مع يعني بعض الخطابات التي توجد داخل الإطار التنسيقي. طيب. والتي ترى بضرورة النقطة. إخراج القوات الأمريكية، أو يعني تتحدث اليوم أن الهدف من الزيارة هو لغرض إخراج هذه القوات. طيب. ولا هذه أعتقد النقطة يعني أصبحت لا واضحة دكتور، عذرا المقاطعة لضيق الوقت، في ظل التهديدات الإيرانية باستهداف السفارات الإسرائيلية رغم مرور 12 يوما على استهداف قنصليتها في دمشق، ما هي التوقعات حول الأهداف التي من الممكن أن تكون ذات أولوية بالاستهداف؟ يعني تعرف اليوم إيران تمتلك علاقات أو تمتلك حلفاء يمتدون من يعني اليمن وحتى
لبنان وسوريا وحتى في العراق. بالتالي التوقعات مفتوحة، لكن أنا أعتقد اليوم أيضا أن الكيان الصهيوني بدأ يستغل هذه المسألة، ولاحظنا مثلا أن هنالك يعني صيحات من الكيان الصهيوني تتخوف من هذه الضربة أو كيفية هذه الضربة، وبدأ يلجؤون إلى يعني إلى الأمم المتحدة. لاحظنا أيضا مثلا أن الرئيس بايدن تحدث بهذا الموضوع، ويعني حذر إيران من القيام بمثل هذه الضربة. وبالتالي يعني لحد هذه اللحظة إيران لم تحدد الوقت نعم. ولم تحدد الزمان ولا المكان الذي ممكن أن ترد فيه، لكن بالنتيجة كل التوقعات مفتوحة، وكل التوقعات من الممكن أن تكون يعني في مرمى يعني في مرمى الأسلحة الإيرانية أو في مرمى حلفاء صحيح، حتى أن يعني بلينكن حلفاء إيران. تحدث إلى وبالتالي السعودية وتركيا من ممكن أجل أن الضغط تصل على إلى إيران يعني أدق لعدم الأهداف أو استهداف. أقرب الأهداف، لكن لا أعتقد أن هذا الموضوع من الممكن أن يتم في الوقت القريب على الأقل. طيب، كيف يمكن أن يتأثر العراق في حال ردت إيران على استهداف قنصليتها بدمشق؟ يعني أقول العراق يعني مرتبط بشكل أو بآخر، وتحدثت قبل قليل قلت كان هنالك تصريح لأحد القيادات الموجودة في الحشد الشعبي، وقال يعني بأنه ينتظر الأوامر من يعني من السيد الخامنئي يعني تنفيذ أيضا هجمات. وبالتالي يعني لا أعتقد أن العراق قد يكون بعيدا عن المشاركة في مثل هذه الضربات نعم، بحكم العلاقة الموجودة ما بين فصائل وما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. شكرا جزيلا لك رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي.